كده تعالى نشوف الجماهير قالت ايه وايه رسالتهم النهارده للاعيبه منتخب مصر والجهاز الفني لمنتخب مصر، ونشوف في البدايه من عند مين. احمد محمد، مساء الخير عليك يا قضا، يا ريت لعيبه تلعب بروح، عندنا لعيبه كبيره ومدرب كبير، نتمنى منهم التركيز باذن الله ناخد 3 نقاط. كل الدعم لمنتخب مصر، كل الدعم لمنتخب مصر يا ابو حميد. هيا مساء النصر يا قضا، رسالتي للعيبه منتخبنا، انسوا اللي فات وابداوا من جديد، كنتوا قد المسؤوليه في الوقت اللي فات وعملتوا اللي عليكم، اتمنى نشوف نفس الروح والحماس دي بدايتنا من مباراه النهارده، انتوا الافضل في مصر، العبوا لعبكم واستمتعوا بيه واثبتوا ان انتوا اللي فات كان سوء حظ وانكم قادرين على فعل الافضل اكيد، والعوده مره اخرى لمنصات التتويج وامجادنا ان شاء الله يرجعوا مره تانيه لمنصات التتويج. ندى، مساء الخير يا قدر، رسالتي للعيبه انهم يلعبوا بروح وعزيمه ونبقى على روح رجل واحد، واهم حاجه التركيز من اول مباراه، واننا واثقين فيهم وهندعمهم دايما. محمد بيقول تحياتي ليك يا قدر، منور قناه، اشكرك. احب اقول لكم كلنا بندعمكم وكلنا ثقه فيكم انكم تقدروا توصلوا الى النهائي وتكسبوا كمان بطوله ان شاء الله ان شاء الله. ودايما الفيديو اللي انا بفتكره لعيبه منتخب مصر بعد خسارتنا افريقيا، الجمهور بيهتف بيقول رجاله رجاله، دايما لعيبه منتخب مصر رجاله.